بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، ما هي قوانين وأسرار الرزق؟ الحقيقة هذا الموضوع مهم جدا ويغفل عنه الكثيرون. الله سبحانه وتعالى قدر الأرزاق، ولكن قدر أسبابها، ومن أسباب الرزق معرفتك بقوانين الرزق. إذن الله عز وجل عندما يريد أن يرزق إنسانا يرزقه معرفة سر الرزق. طيب، قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، نأخذ مثال من الماضي ومن الحاضر. سيدنا موسى كان لديه أتباع كثيرون، منهم قارون، يعني كان مؤمن وكان رجل صالح وآمن بالله سبحانه وتعالى وآمن برسالة سيدنا موسى، ولكن هذا الرجل الله أعطاه أسرار وعلوم الرزق، يعني القوانين التي يستطيع من خلالها أن يستخرج الكنوز. نحن نعلم اليوم أحبتي في الله، هناك أجهزة بترددات معينة تستطيع أن تخبرك أن هنا في هذه المنطقة يوجد آثار، هنا يوجد كنوز، هنا يوجد ذهب، هنا يوجد نفط، هنا يوجد معادن، هنا يوجد كذا. فهذه علوم حتى اليوم يستخدمون الأقمار الصناعية في ذلك. في الماضي ربما كان هناك شفرات معينة، أساليب معينة يستطيع أو قوانين معينة، يمكن أن تكون قوانين رياضية مثلا، يستطيع من خلالها أن يتعرف أن هذه المنطقة فيها كنوز مخبأة فيستخرج هذه الكنوز، ثم يبحث بطريقة معينة بعلم معين. يعني هذا العلم اختص الله به قارون، ولكن هذا الرجل عندما خرج على قومه في زينته، وعندما كان يفرح ويلهو ويتكبر ويفتخر بسبب هذا المال، قال إنما أوتيته على علم عندي. يعني انظروا قومه ماذا قالوا له. قالوا في البداية، نأتي من القصة بالقصة من البداية، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، طغى، تكبر. لماذا؟ الرزق الكثير. في آية أخرى قبل أن نكمل، فقط أستحضر معكم آية أخرى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. إذن هنا نستطيع أن نأخذ قانون أن كثرة الرزق هي سبب للطغيان. احذر أخي الحبيب، كثرة الرزق هي سبب للطغيان غالبا، ليس دائما، غالبا معظم من يملك المال تجد أنه يستخدمه خارج طاعة الله، وقلة قليلة فقط هي التي تستثمر هذا المال وتستخدمه فيما يرضي الله. إذن هذا الرجل تكبر وطغى. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز. انظر كلمة آتيناه، يعني الله هو الذي أعطاه العلم الذي يستخرج به هذه الكنوز. وآتيناه من الكنوز، لم يقل هو الذي بحث، هو الذي اجتهد، هو الذي درس، هو الذي سهر، لا لا، آتيناه. هنا ملمح أيضا قبل أن نكمل، أي نعمة أنت فيها أخي الحبيب، إذا كان لديك علم، شهادات عليا، مال، إذا كان لديك أي نعمة، يجب أن بينك وبين نفسك أن تقول الحمد لله الذي آتاني وأكرمني بهذه النعمة. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. المفاتيح يعجز عن حملها الأقوياء، العصبة أولي القوة، فما بالك بالكنوز؟ كم حجمها؟ ربما تساوي مليارات، ربما أطنان من الذهب، يعجز الأقوياء عن حملها. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. المقصود الفرح بالدنيا. بالنسبة للمؤمن يفرح بلقاء الله، يفرح برحمة الله، لا يفرح بشيء زائل. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. الله أحل لك كل المتع الحلال،
طب لماذا تتكبر؟ يجب أن تتواضع. ماذا قال هنا أيها الأحبة؟ قال كلمة استحق أن يخسف الله به. إياك أن تقولها أخي الحبيب، هذه كلمة مهلكة أهلكت قارون. إياك أن تقول أنا من جئت بهذا المال، أنا بذكائي كذا جئت بهذا العلم، أنا بسبب شهرتي، بسبب سلطتي، بسبب العلم الذي اكتسبته جئت بهذا المال. لا لا، إياك أن تقول ذلك. دائما قل الحمد لله، دائما رد العلم لله. قال إنما أوتيته على علم عندي. هنا طغى وكفر وتكبر ولم يرد العلم لله عز وجل الذي خلقه ورزقه. قال لا، أنا، قال إنما أوتيته على علم عندي. هنا الله سبحانه وتعالى يقول أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، أهلك من قبله من هو أكثر جمعا للمال والعلم وأشد قوة. طيب هنا أخي الحبيب عندما خرج في زينته، ضعاف القلوب قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. وهذه كلمة مهلكة. إياك أن تقول يا ليت لي مثل هذا الغني، يا ليت لدي سيارة مثل فلان، يا ليت. لا، يجب أن تتمنى رحمة الله. عندما ترى شخص ذو علم يصلي، يصوم، يتصدق، يدعو إلى الله، شخص يحفظ القرآن، هذا هو من يجب عليك أن تتمنى أن تكون مثله، لأن هذا من أصحاب الآخرة. أما المال سيفنى ويبلى وتتركه وتذهب بمفردك، ستأخذ معك عملك فقط. فهنا يتدخل الذين أوتوا العلم في هذا الموقف، الذين يريدون الحياة الدنيا ماذا قالوا؟ يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. اعتبروا أن المال هو كل شيء. وهنا أيضا قبل أن أكمل، كثير من الناس يقول لماذا أدعو ولا أرزق، لماذا رزقي قليل؟ طيب يا أخي، هل أنت خير من النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام لو شاء الله لأنزل عليه كنوزا، لآتاه جنات تجري من تحتها الأنهار، لجعل له قصورا، ولكن الله يعلم أن هذه الدنيا فانية وأن هذه القصور والكنوز ستفنى وتدمر ذات يوم، كل من عليها فان، سيبقى العمل. لذلك أراد لهذا النبي أن يعمل أكثر ويدعو أكثر ويصبر أكثر لينال المرتبة العليا، المقام المحمود عند ربه سبحانه وتعالى. فإذا هنا يتدخل أولو العلم، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم. والويل كما قلنا في بعض التفاسير هو وادي في جهنم والعياذ بالله. ويلكم، ثواب الآخرة خير لمن آمن واتقى. ويلكم، ثواب الله خير. ويلكم، ثواب الله خير، يعني انظروا لثواب الله، انظروا للآخرة، لا تنظروا للدنيا. إياكم أن تنظروا لهذه الدنيا الفانية البائسة. هنا أيها الأحبة، الذين أرادوا الحياة الدنيا لم يقتنعوا بكلام الذين أوتوا العلم. الذي لديه علم ينظر لبعيد، ينظر للآخرة. فخسفنا به وبداره الأرض. عندما خسف الله به الأرض، هنا بقى الذين تمنوا مكانه بالأمس ماذا قالوا؟ ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، وفي قراءة لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. إذن عندما رأوا الخسف قالوا لا، الحمد لله أننا لم نكن مثل الحمد لله أن الله لم يستجب دعاءنا ونكون مثلهم. بالأمس كانوا يتمنون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، فعندما خسف به قالوا الحمد لله. يعني انظر أخي الحبيب، فأنت عندما يضيق رزقك لا تقول لماذا أعطى الله فلان ولم يعطني. أنت لا تدري هذا فلان ما هو مصيره، لا تدري ما هي مشاكله، لا تدري، لا تعلم الغيب أصلا.
لذلك أخي الحبيب ارضى بقضاء الله. فمن القوانين المهمة للرزق التقوى، طاعة الله، لأن الرزق ليس المال أخي الحبيب، الصحة أهم من المال. يعني لو أردنا أن نقيم نعمة البصر كم تساوي الآن، أنت لو لديك مليار دولار ولكنك أعمى، وقيل لك المليار دولار سترد إليك بصرك، أنا واثق أن أي إنسان سيدفع هذا المبلغ مقابل أن يبصر. إذن أنت أحسب نعمة السمع، أحسب نعمة القلب، نعمة الدماغ، نعمة العقل، نعمة كم إذن الصحة أهم بمليار مرة من المال. التقوى هنا، التقوى تقودك للرزق الصحيح. ما هو الرزق الصحيح؟ أن يعطيك الله المال ولو كان قليلا، ولكن يعينك في إنفاقه على الوجه الذي يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى. إذن في القرآن الكريم عندما نتأمل أكثر من 100 آية تحدثت عن الرزق، نجد أن كثير من هذه الآيات ارتبط الرزق بالتقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا أردت أن ترزق بغير حساب، إذن عليك بالتقوى. الرزق من قوانين الرزق أنه تابع لمشيئة الله، ويجب أن نعلم هذا أيها الأحبة. الله تعالى يقول يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، من يشاء هو عز وجل، ويقدر، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر سبحانه وتعالى. الشيء المهم أيضا من قوانين الرزق أحبتي في الله صلة الرحم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد أن صلة الرحم تزيد في العمر وتزيد في الرزق. فإذا كان رزقك ضيق صل رحمك، بر الوالدين، على رأس صلة الرحم هو بر الوالدين، من أحب الأعمال إلى الله. طيب أي عمل يحبه الله يجب أن تمارسه الآن ليزيد رزقك؟ التزم بالصلاة على وقتها، أكثر من الصيام، أكثر من الاستغفار، كما قال سيدنا نوح عليه السلام، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، هذا رزق، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. إذن الاستغفار أحد قوانين الرزق. ولا يغرنك أخي الحبيب المليارات التي يملكها الملحدون، هذه ستكون نقمة عليهم. يعني كما قال سبحانه وتعالى عن هؤلاء الذين غرتهم الحياة الدنيا، إن الذين رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون، هؤلاء ليس لهم في الآخرة إلا النار. إذن من قوانين الرزق أن تستغفر الله، أن تتقي الله، أن تبحث عن الأعمال التي يحبها الله. أن موضوع الأخذ بالأسباب أخي الحبيب ليس له قيمة، لأن الله هو خالق الأسباب. يعني إنسان مقطوع اليدين مهما اتبع من أسباب ماذا سيفعل؟ إنسان فقد بصره. إذن أنت الله وضعك، يعني وضع لك مجموعة من العوامل، نعمة البصر، نعمة العقل، ربما ليس لديك الذكاء الكافي لأن يكون لك هذا الرزق الكبير، فالله يعطيك كمية من الذكاء، كمية من المعرفة، بسببها تحصل على كمية من الرزق هي التي تصلحك. إنه خبير بصير، خبير بشؤون عباده، بصير بهم. لذلك ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، ينزل بقدر، قدر يعني إنسان الله عز وجل يحبه، هل يعطيه المال؟ لا. انظروا إلى حبيبكم عليه الصلاة والسلام، لم يكن مليونيرا، لم يكن يملك المليارات، وليس القصور، ليس لديه جنات، وليس لديه، كان إنسان مثل أي إنسان آخر، ولكن الله أكرمه، أن أوحى إليه، أكرمه بالنبوة، أكرمه بالعمل الصالح، أكرمه بالصبر، أكرمه بحسن الخلق.
الرزق الحقيقي أخي الحبيب عندما تعود لبيتك مرتاحا مطمئنا، تنام وأنت هادئ. شخص لديه مليارات ولكن لا يستطيع النوم إلا بواسطة المخدرات أو الأدوية النفسية، وهي تسبب له مشاكل وتسبب له أشياء كثيرة جدا. طيب ما رأيك بهذا المال؟ إنسان لديه المال ولكن هذا المال سيلقي به في نار جهنم والعياذ بالله. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وظهورهم وجنوبهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. طيب أنا معقول أطلب من الله أن يرزقني كمية من الذهب لكي أطغى ثم أعذب بها في أكوى بها في نار جهنم؟ يعني أنت تستطيع أن تلمس عود كبريت، تستطيع أن تلمسه، كيف ستكوى بهذا المال؟ لا، أنا أكون مع الله، ألتزم بما أمرني الله به، أرضى بما قسمه الله لي، وأعظم أنواع الرزق أن يرزقك الله الهداية، يرزقك التقوى، يرزقك العلم النافع، يرزقك رضوانه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، يرزقك محبة الآخرين، ثقة الآخرين بك. لذلك أخي الحبيب لا تستعجل الرزق، إنما أنت أسلك هذه الطرق، لأن الرزق عند الله، فابتغوا عند الله الرزق، الله هو عنده الأسباب، يعني كلمة السر فوق عند الله، الأسباب عند الله، فأنت كن مع الله، تقرب إلى الله. لك يا أخي اليوم إذا رجل غني لديه المليارات، نجد الناس يتهافتون عليه ويتقربون منه لأخذ الفتات. طيب أنت تقرب من الملك، مالك الملك سبحانه وتعالى، تقرب منه ليكرمك ويرزقك، وهو قل يا رب أنت اختر لي الرزق الذي يصلحني، اختر لي الرزق الذي ينفعني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا رزق الآخرة كما قال تعالى ورزق ربك خير وأبقى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.